ضيف الكريم، قبل ما نتكلم عن الفرق والمقارنه، خلينا برضو نتكلم عن النقطه اللي اثارت طبعا. بس انا غير متفق اطلاقا على ما يقوله الاستاذ احمد الفاضل، لانه هو يعني محتوى كلامه انه دول عري وفضيحه، والبنات عندنا لازم عشان نحجبهم لازم نوريهم مثل اعلى، والمثل الاعلى ده معناه انه يتحشموا. لا، انا لا اوافق على هذا. مهرجان الجونه كاحتفاليه، احتفاليه جيده. انا ده مش كاحتفاليه، بكلم على المهرجان. لا، اصبح منافسا قويا لمهرجان القاهره، والبعض حتى من الفنانين حينما سئلوا عن المقارنه قال لك افضل بكثير من مهرجان القاهره السينمائي. مهرجان القاهره السينمائي خالد الصاوي قال كده في كتير. مهرجان القاهره السينمائي، انا اسف ان انا اقول كده، هو الان في غرفه الانعاش، في غرفة الإنعاش. ده كان مهم جدا، يا ريت يا جماعة نبروز الكلام ده، يعني بتعترف وتقر إن مهرجان القاهرة السينمائي في غرفة الإنعاش؟ الآن. محتاج أكسجين. أنا يعني محتاج أكسجين كتير، كذا أنبوبة، وأنا آسف لهذا. ليه؟ لأن الدولة أهملته. ده من أيام ما كنت موجود رئيس. من أيام ما كنت موجود الدولة أهملته، إحنا كنا بنحاول، لكن بعديها جه الأستاذ عايز بعدها بقى في الكام سنة اللي فاتوا. تاني نزل أكتر. انهيار تام. انا حزين، انا حزين، لان المهرجان ده انا بعشقه. طيب، بعشقه. احنا لسه هنتكلم برضو عن الملابس، والبعض انتقد في ده وقال ده حتى الممثلات الاجنبيات لما جم وشفناهم على الستيج كانوا لابسين في حشمه ووقار، استغربنا جدا، قلنا هل هم تم تنبيه ليهم انتوا رايحين دوله اسلاميه، دوله من دول العالم الثالث، شرقيه، راعوا المعايير الاخلاقيه في لبسكم؟ بس هنشوف مع بعض.